2 ديسمبر 1981 ملحمة أخرى من ملاحم البطولة والشهادة على أرض لبنان، زحل في فم الأسد. حصار، قصف وتدمير لتركيعها، وشعب يأمل الموت إلا وقوفا. عندما أراد النظام الأسدي محو عاصمة الكفلكة في الشرق وإبادة سكانها حصارا وقصفا وتجويعا، لم تكن داعش قد وجدت بعد. والأدهى أنه ترجم شعار تحالف الأقليات مجازر في القاع وحصارا للأشرفية وقصفا لزحلي، وفيما بعد مجازر في سوق الغرب ودهر الوحش واغتيالات إجرامية واعتقالات تعسفية. ما تقوم به داعش اليوم في سنجار وكوبني والموصل ما هو إلا نسخة منقحة عما ارتكبه نظام الأسد بحق زحلي وسواها بالأمس القريب. نظام الأسد وأعوانه هم السابقون، والدواعش هم اللاحقون. أيها اللبنانيون، كان على النظام الأسدي آنذاك القضاء على زحلي. طبعا فشل بإحكام قبضته المطلقة على البقاع وسد رئة الجبل عن السهل ومنع البقاع من تنشق هواء الحرية من قمم جبل لبنان. فقرر مقاتلو القوات اللبنانية الانضمام إلى أهالي زحل الأبطال لمنع النظام المحتل من غزوها. كان على هؤلاء الأبطال السير لأيام مضنية بين ثلوج قمم صنين ونيران راجمات الاحتلال للوصول إلى زحل. كانت التضحية كبيرة وكبيرة جدا، لكنها هانت في سبيل زحل والبقاع. وانتهت حرب زحل بملحمة كبيرة قوامها عشرات وعشرات من البطولات والأمجاد. ففي 15 نيسان 1981 تعرض رتل من القوات اللبنانية في صنين لإغارة طوافات سورية. تشتت الرتل وضل رفيقان طريقهما بعدما قطعا مسافة بعيدة على الثلج الكثيف. في صبيحة اليوم التالي وجد الرافقان وكان كل بجانب الآخر وبينهما سلاحهما الفردي، وقد لفظا أنفاسهما الأخيرة من شدة الصقيع. هذان البطلان كانا فؤاد نمور وجورج نخلي. إن استشهادهما مع جميع الرفاق الآخرين حافظ على كرامة البقاع وأبقى زحل مدينة لبنانية حرة، وأعطى مثالا حيا للأجيال اللاحقة في الصمود والبطولة والتضحية. هذه هي القوات اللبنانية. هذه هي القوات اللبنانية، أبطال يسقطون فوق القمم ليبقى سهلنا والجبل حرا، ودماء تروي الأرز لتبقى خضراء وليبقى لبنان شامخا أبيا. لهم لبنانهم ولنا لبناننا. أيتها الرفيقات أيها الرفاق، لم يكتفي نظام الأسد بما ارتكبت يداه أيام الحرب، بل تابع إجرامه ولو بوسائل مختلفة حتى أيام السلم. وها هو رفيقنا نديم عبد النور يسقط غدرا بأيدي سلطة الوصاية بعد سنتين على نهاية الحرب. وكلامنا على الشهادة وفي منطقة البقاع بالذات يبقى ناقصا إن لم نعرج على دير الأحمر ونستذكر شهيدها، شهيدنا الغالي دائما أبدا أكرم القزح. هذه هي القوات في أساس نشأتها، عطاء حتى الاستشهاد وإرادة لا تلين تقاوم القدر
والزمن والطبيعة لتبقى لنا هذه البقعة من الشرق حرة أبية آمنة. في حديث إذاعي سئل الشيخ بشير كيف ترى مستقبل لبنان، فكان جوابه أن روى حادثة استشهاد الرفيقين فؤاد نمور وجورج نخلي مضيفا: مستقبل لبنان أراه كما رآه هذان الشابان للمرة الأخيرة ناصعا كالثلج الذي حضنهما. واليوم تحديدا أضم صوتي إلى صوت الشيخ بشير لأؤكد أن مستقبل لبنان أراه كما رآه هذان الشابان وبقية شهدائنا ناصعا كالثلج، فلا تخافوا. لهم لبنانهم ولنا لبناننا. إن مستقبل لبنان بوجود شبان مثلكم وأبطال أمثال فؤاد نمور وجورج نخلي ونديم عبد النور وأكرم الأزح والآلاف غيرهم، وبوجود رجال يؤمنون بالقضية حتى الاستشهاد، هو مستقبل ناصع كالثلج. فيا نساء القوات ورجالها في البقاع، يا شاباتها وشبانها، ماذا تريدون أن يسمى احتفالكم اليوم؟ فليسمى احتفالنا اليوم احتفال الشهداء أكرم القزح، نديم عبد النور، فؤاد نمور وجورج نخلي. أيتها الرفيقات أيها الرفاق، بين المقاومة اللبنانية والبقاع تاريخ من التكامل والنضال والبطولة في مواجهة الأخطار. فلا بقاع من دون مقاومة، مش هديك، لا بقاع من دون مقاومة، لأن وجود البقاع بحد ذاته كان على الدوام محفوفا بالأخطار المتأتية من جيرانه. والمقاومة تبقى ناقصة من دون البقاع، لأن الرجولة والبطولة والسخاء التي تميز رجال البقاع كانت مثال العصب والنبض والحياة اللازمة لاستمرار المقاومة. صحيح أن البقاع هو الخاسر الرخوة للبنان التي حاول ولاة الشام القديمون والحاليون إخضاعها لإخضاع لبنان، لكن صمود أبنائه ومقاومتهم حولت هذه الخاسرة الرخوة إلى قبضة حديدية حطمت مطامعهم وأهواءهم. ولا بد من تذكير البعض أن المقاومة في البقاع كانت دائما مقاومة لبنانية ودفاعا عن البقاع بالتحديد، لا تمددا داخل القلمون والشام ودرعا وحلب. إن المقاومة الحقيقية في البقاع كانت على الدوام مقاومة دفاعية تتسلح بقوة الحق والإيمان، شبيهة بتلك التي يخوضها اليوم الجيش اللبناني في وجه أي اعتداء يستهدف لبنان. ولم تكن يوما مقاومة تنتهك أراضي الغير دفاعا عن بشار الأسد في الشام وتستجلب الأخطار والاعتداءات على البقاع ولبنان وتجبر اللبنانيين على تسديد فواتير باهظة. إن المقاومة اللبنانية الحقة تبدأ في البقاع وتنتهي فيه، ولا تبدأ في القلمون وحلب ودرعا، ولا تنتهي حتى في صنعاء وصعدة. أيتها الرفاق رفيقات أيها الرفاق، مضى ولاة عنجر إلى غياهب التاريخ وبقيت القوات وبقي أبطال البقاع يصنعون التاريخ. مضى ولاة عنجر ومضى معهم ماض أسود من الاضطهادات والاعتقالات والتصفيات عانى منها أهالي البقاع أكثر من سواهم. لن ننسى البطولات التي سطرها أبطال المقاومة اللبنانية في زحل عرين، من زحل عرين الأسود إلى دير الأحمر وابتدعي والقدام والمشايرفي. لن ننسى ضحايا وشهداء مجزرة القاع وراس بعلبك في العام 1978.
لن ننسى أبلح والفرزل وبر الياس وكفرية وعميق وصغبين وخربة قنفار ومشغرة وبيت لهية. لن ننسى رشاية الوادي بلدة الشهيد القولة أبو عسلي. لن ننسى معتقلين في سجون نظام القبور. لن ننسى ما ارتكبه نظام الأسد في لبنان وفي البقاع بشكل أخص. لن ننسى الذين استشهدوا كي نبقى نحن ويبقى البقاع وينتهي الظلم ويزول الاحتلال. لن ننسى كل ذلك ليس لأن الجرح مع النظام الأسدي عميق فحسب، ولا لأن المخفيين قسرا لم يعودوا إلى ديارهم أيضا، ولا لأن دماء وسام الحسن وبيير جميل ووليد عيدو وجبران طويني لم تجف بعد، وإنما لأن ارتكابات هذا النظام ما زالت مستمرة بحق لبنان حتى الساعة، وآخرها شبكة الأسد مملوك سماحة. عسى القضاء اللبناني ينصف لبنان ولو لمرة في هذه القضية. أيتها الرفيقات، أيها الرفاق، صحيح أن الانتماء العلني للقوات اللبنانية في البقاع أبان الحرب وخلال حقبة الاحتلال كان محفوفا بالمخاطر بسبب تملك المخابرات السورية به لعقود، إلا أن ذلك أعطى نتيجة عكسية فساهم في توسيع القاعدة الشعبية للقوات عوض تقليصها، وشجع شبانا وشابات بقاعيين كثر على تأييد قضيتها المحقة عوض أن يتسبب بتخاذلهم أو رضوخهم للضغوط. أنتم الخميرة الصالحة في تربة البقاع الخصبة، لقد ناضلتم بكل ما أوتيتم من قوة وصمود وجلد، وكنتم عصب المقاومة في زمن كان مجرد التلفظ فيه باسم القوات يودي بصاحبه إلى الملاحقة والسجن والتهلكة. إن وفائكم للقضية مصدر فخر واعتزاز للقوات، لأنكم أخذتم الرهان الصعب وتحملتم المخاطرة في البقاع فيما آخرون تنعموا بالأمن والحرية والاستقرار في كنف المناطق المحررة. لو كانت القوات بصدد تقييم درجة التزام وإيمان وبطولة كل فرد منها لحل قوة طيو البقاع في طليعة مناضليها. فهنيئا للقوات بقواتها في البقاع، وهنيئا للبقاع بقواته والقوات. أيها اللبنانيون، إن البقاع هو ثروة قومية على الصعد الزراعية والاقتصادية والصناعية والتجارية كافة، وهو أهراء الشرق ومستودع المواسم والخيرات. لكن البقاع مع ذلك يعاني إجحافا كبيرا، إن على صعيد تراجع الخدمات العامة أو لناحية صعوبة تصريف الإنتاج أو لجهة غياب الإنماء المتوازن. أضف إلى هذه المشاكل الاقتصادية والمعيشية مشاكل اجتماعية وصحية وبيئية وغيرها ناجمة عن إهمال مزمن. في هذا السياق لا يمكن إلا أن نلقي الضوء على مشكلة مزمنة يعانيها البقاع، هي زراعة المخدرات. يعتقد البعض أن هذه الزراعة الممنوعة توفر مداخيل لمزارعين ومواطنين مهمشين في البقاع، لكن يفوت هذا البعض أن الأذى الذي يصل إلى حد الموت والذي تسببه المخدرات لن يوفر أولاده ولا أحفاده بالذات، ولن تعود عليه أموال العالم كله. إن حرصنا على الشباب اللبناني بجميع فئاته بمن فيهم أبناء هؤلاء المزارعين بالذات قد حفزنا لإطلاق حملة وطنية عامة لمكافحة المخدرات زراعة تجارة ترويجا وتعاطيا، ولن تتوقف إلا وقد أصبح لبنان معافى من هذه الآفة. أما أم المشاكل في البقاع فتبقى الاهتزازات الأمنية الكثيرة
وحالة الاضطراب التي تسود أجزاء واسعة منه بفعل السلاح غير الشرعي وعصابات السلبي والنهبي والإجرام. في هذا السياق نتوقف عند جريمة ابتدعي التي ذهب ضحيتها صبحي ونديم الفخري، والتي هزت الرأي العام اللبناني، سائلين القضاء اللبناني والأجهزة الأمنية عما آل إليه مسار هذه القضية، ولماذا لم يتم توقيف أي من المرتكبين وجميعهم معروفون حتى اليوم. إن دماء أبناء ابتدعي كما دماء كل البقاعيين ليست رخيصة، ولن نقبل بأن تكون مستباحة. من هنا فإننا ندعو الدولة اللبنانية إلى الضرب بيد من حديد والعمل على توقيف المتهمين بهذه القضية فورا وسوقهم إلى العدالة. أيها اللبنانيون، إن الدولة مدعوة اليوم إلى مشاركة البقاعيين بعضا من همومهم الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية من خلال إنشاء منطقة اقتصادية حرة في البقاع مخصصة للصناعات الغذائية التي توفرها أراضي البقاع ومواسمه المتنوعة، وهو مشروع حيوي ومهم يحقق النمو المتوازن ويجذب الاستثمارات الخارجية ويحرك العجلة الاقتصادية ويحسن الحركة الزراعية والتجارية، مما يوفر فرص عمل كثيرة للبقاعيين ويساهم في تثبيتهم بأرضهم ويزيل بعضا من الإجحاف التاريخي اللاحق بهم. تعالوا نحول البقاع إلى مناطق اقتصادية حرة عوض تحويله إلى بؤر أمنية وعسكرية ملتهبة. خطوة أخرى تسهل على المواطن البقاعي حياته هي الحكومة الإلكترونية. إن مشروع الحكومة الإلكترونية هو نقلة نوعية على مستوى الإدارة اللبنانية ككل، يستفيد منه جميع اللبنانيين لا سيما أهالي البقاع بالنظر إلى مساحة البقاع من جهة وبعده عن العاصمة من جهة ثانية. فلنضم جهودنا جميعا لتحقيق هذا المشروع في أقرب وقت ممكن. أيها اللبنانيون، حان الوقت لتقوم الدولة بمنع عبور قوافل السلاح والمسلحين عبر الحدود والحقول دون أمعان البعض بالتورط في الأحداث السورية. حان الوقت لتسعى الحكومة لدى الجهات الإقليمية والدولية المعنية لنشر مراقبين دوليين على طول حدودنا الشرقية لمساندة الجيش اللبناني في مهمة مراقبة الحدود وحمايتها. إن الحدود السائبة تعلم الناس الحرام، فلا يجوز أن تبقى حدودنا سائبة في غالبيتها. إلى مواطنينا في القرى والبلدات البقاعية الحدودية، إذا كانت الحراسات الليلية في بلداتكم تشعركم بالطمأنينة فنحن من المؤيدين، شرط أن يحصل هذا الأمر بإشراف الجيش اللبناني وحده وتحت أعين الدولة اللبنانية، لا أن يكون لصالح جهات حزبية كانت بالأساس السبب في استجلاب الحرب السورية إلى أبواب لبنان وإيقاعكم في الأخطار التي تتحسبون ونتحسب لها جميعا اليوم. إننا في هذا الإطار ندعو إلى إنشاء لواء من أنصار الجيش اللبناني يتألف من أبناء القرى الحدودية في البقاع الراغبين في حراسة قراهم وبلداتهم، لكن يعمل تحت إشراف قيادة الجيش مباشرة. أيتها اللبنانيات، أيها اللبنانيون، لا يجوز أن تبقى انتخابات الرئاسة في لبنان رهنا بالسياسة في طهران، كما لا يجوز التلاعب بمصير 4 ملايين لبناني وشل حياتهم السياسية واستطرادا الاقتصادية بانتظار معادلات المنطقة وحصة إيران فيها. من جهة ثانية، إن تعطيل انتخابات الرئاسة لم يأتي بفخامة الرئيس القوي
وإنما بفخامة الفراغ فحسب. إن الفراغ في موقع الرئاسة لم يحسن واقع اللبنانيين ولا المسيحيين في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، وإنما أضر به أيما ضرر. إن الإمعان في تعطيل انتخابات الرئاسة يزعزع الاستقرار السياسي والأمني والنقدي، ويأخذ اللبنانيين إلى المجهول. إن الطريق الوحيد لإعادة الانتظام إلى عمل المؤسسات وإعادة الاستقرار إلى لبنان والثقة بالاقتصاد اللبناني هو في انتخاب رئيس فورا، رئيس يعبر عن بيئته ويطمئن إليه اللبنانيون. من جهة ثانية، علينا العمل جاهدين لترسيخ دعائم وحدتنا الوطنية وتعميقها، توخيا لمزيد من الاستقرار لنظامنا السياسي ولثقة أكبر في اتفاق الطائف. في هذا الإطار نرى أنه لم يعد هناك أي مبرر للتأخر في إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية، كما إقرار قانون استعادة الجنسية، لما لهذين القانونين من تأثير كبير على لحمتنا الوطنية وتفاهمنا وتعاضدنا في مواجهة كل طارئ ومستجد في خضم كل ما يجري في المنطقة. أيتها الرفيقات، أيها الرفاق، إن البطاقة التي تتسلمون اليوم هي مسمار ندقه في نعش التقاليد البالية. إنها شمعة نضيئها على دروب الحرية والديمقراطية الحقة والحياة السياسية السليمة في لبنان. إن بطاقتكم الحزبية هي بمثابة تتويج لمسار نضالي طويل تجسد بحزب عصري ديمقراطي مرن اسمه القوات اللبنانية. فحافظوا على هذه البطاقة، محافظة أبطال زحل والقاع ودير الأحمر والبقاع الغربي، على هوية البقاع وكرامة لبنان. أيتها الرفيقات، أيها الرفاق، من دير الأحمر إلى صغبين والمنصورة وعانا، من زحل وقاع الريم والفرزل ورياق وجديتة وتربل وتعلبايا إلى عيناتا وبشوات وصفرة وبرقة والقاع وراس بعلبك، القوات في صلب البقاع من شماله إلى غربه ومن وسطه إلى شرقه، من حرمون إلى صنين وعيون أرغش وقمة القرن السوداء، عيوننا ساهرة على لبنان لخدمة الحرية والإنسان. نجدد العهد أن تبقى القوات اللبنانية ملكا للشعب اللبناني كله، لا أن تصبح أسيرة قلة أوليغارشية أو بيروقراطية أو عائلية أو دكانا يدار بعقلية الكسب السريع. نجدد العهد والوعد أن تبقى القوات حزب القضية والرؤية والمشروع، لا أن تصير حزب المختار ومزراب العين والناطور. إن القوات صوت من العالي ينده للكرامة والحرية كل يوم، لا رجع صدى لأزمنة الأقطاع. القوات أبطال لا منتفعون، مقاومون لا مرتزقة، مناضلون لا مرابون. القوات فئات شعبية ونخب فكرية ومهنية لا سماسرة ضد الطلب لأقلية نفعية مصلحية. فهيا إلى القوات تبسط لكم ذراعيها لتحتضنكم رفاقا أعزاء، أبطالا أشداء وأبناء أوفياء. هيا إلى القوات، إلى حيث التاريخ ينبعث من وقفات عزها كل يوم، وإلى حيث المجد يقطف من كروم زحل والبقاع وصنين وكل لبنان، ويعصر في خواب المقاومة انتصارات وإنجازات، إلى حيث يعتق في أقبية الذاكرة والتاريخ والوجدان، حتى يرفع شعبنا نخب الوجود الحر على مر الأزمان. مشي حركم مزبوط إلى النخب زحلة. إن البطاقة التي تتسلمونها اليوم هي بطاقة دعوة إلى هذا المسار العظيم وهذا التاريخ المجيد، فلا تتخلفوا عن تلبيتها. عشتم، عاش البقاع، عاشت القوات اللبنانية، يحيى لبنان.